المستجد والمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة للتصدي لهذا الفيروس والحد من انتشاره والتقليل من أثره على الحالة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. حسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الحالات المسجلة لداء كورونا فيروس المستجد كوفيد-19 في الجزائر 2534 حالة مؤكدة، منها 367 حالة وفاة و894 حالة تماثلت للشفاء، أي ما يعادل حوالي 35% من مجمل الحالات المسجلة. بالنسبة للحالات المؤكدة مخبرياً، أؤكد مخبرياً، فنجدها موزعة عبر 47 ولاية، أي 72 منها تم تسجيلها عبر 10 ولايات خلال اليومين الأخيرين. أحصينا 24 ولاية لم تسجل أي حالة جديدة، بينما هناك 13 ولاية أخرى سجلت فيها فقط ما بين حالة واحدة إلى 3 حالات. ينبغي الإشارة إن هذه الفئة العمرية التي تتراوح بين 25 و 60 سنة سجلت لوحدها 53% من مجموع الحالات، وهذا يعتبر مؤشر عن عدم الاحترام لقواعد الحجر الصحي من طرف هذه الفئة الناشطة من الجميع، مما يتطلب صرامة وتوعية أكثر في هذا المجال. بالنسبة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة فتبقى تمثل 38% من مجموع حالات الإصابة. أما بالنسبة للوفيات البالغ عددها 367، فتجدر الإشارة أن 53% منها تم تسجيلها في كل من البليدة والعاصمة، وأن 64% منها تخص فئة الأشخاص الذين يفوق عمرهم 65 سنة. تجدر الإشارة أيضاً أننا سجلنا حالة وفاة واحدة فقط يوم 17 أبريل وثلاث حالات يوم 18 أبريل، وهذا ما يؤكد المنحى التنازلي للوفيات خلال هذه الأيام الأخيرة. أريد أن أوضح على عدد الوفيات، لأنه كثير من الأشخاص قالوا لي عندنا نسبة وفيات تفوق المعدل المعروف به عبر العالم. حقيقة الوفيات تمشي مع عدد الأشخاص الذين خضعوا الكواشف للتست. لو كان نديروا بزاف لي تيست لو طو يهبط ينقص. احنا لي تيست دوك نهضر بلغة الشفافيه والصراحه ونخرج من النص سيدي الرئيس، احنا لما دخل عندنا الوباء هذا لي تيست ما كانوش عندنا، لي تيست هذو موجهين الكورونا فيروس ما كانش عندنا. نفس الشيء الكمامات، عدد الكمامات كانت كافيه، لان هذه الكمامات اللي تشوفوها وكمامات أحسن هذه كفف بي 2 كانت داخل كل مخزون في كل مستشفى، هذه الكمامات تستعمل داخل عمليات قاعات العملية الجراحة، وكان عندنا مخزون كافي وكنا نخدموهم في الجزائر وما استوردوهمش. لما جاء هذا الوباء وكان الطلب يفوت الملايين كل المخزون استعملناه، وبعد طلبنا من الصين هي اللي استوردوا من عندها، الصين عندها قائمة وإحنا طلبنا وكان لازم ننتظروا عدة أيام باش يعطيونا، ما يعطيوناش العدد الكافي لأن هذه ظهرت نسبة من القرق. نفس الشيء والكواشف لي تيست nous avons l'institut Pasteur وعندنا on fait les explorations et tout mais précisément هذا الفيروس ما عندناش لأن ما كانش منتشر عندنا، وكنا ننتظروا يجيبوا لنا الكواشف والعدد اللي جابوه كان إلا l'institut Pasteur. ومن بعد
وهرا وبعد قسنطينة وحاليا أضرار تندوف قسنطينة عنابة تيزي وزو مصطفى باشا بني مسوس كلهم يديروا باتنا ومدن أخرى ومدن في المستقبل تستعمل هذه الكواشف. إذن إذا كانت الكواشف أكثر لتستكثر بالطبع النوم يطلع ممكن يزيدوا يخافوا الناس. هذا بالنسبة للوفيات. إحنا الشفافية تامة إذا استعملنا هذا بطريقة عادية طريقة طبيعية. كل ما توفى ومشوه بالفيروس ومؤكد عنده كل ما درناه عدة دول كثير من دول ما كانوش يديروا في القائمة اللي توفوا خارج المستشفى. ومنها حاليا شفتوا في الصين كانت في الصين خاصة في ووهان 3200 وفيات طلعت 4600 في هذا 48 ساعة الأخرى لأن عاودوا جابوا اللي توفوا في منازلهم. زيد احنا كاين انا شفت باللي كاين وفيات ذكرناهم توفى بالكوفيد 19 ومن بعد جاء لو تيست نتاعهم نيجاتيف لان كنا نمشوا بلي فاكس. حاليا عندنا رقمنا مجهزه نزافون بلاتفورم عندنا حاليا معطيات تعطينا في كل مستشفى في الجزائر كلها بدقة في الوقت عدد الأسرة عدد المرضى عدد المرضى تحت الاستشفاء عدد المرضى اللي خرجوا عدد المرضى اللي تحت كلوكين. هذا الشيء اللي سنين وسنين وسنين ما قدرناش في وزارة الصحة الرقمنة لا نيميريزاسيون هاو عندنا ديجا بلاتو دو نيميريزاسيون. هذا يعني باللي ساعات في حالة كما هذه تخلق دي كومبيتونس كي سيكسبريم اي سي تري بيان. دونك احنا الوفيات احنا درك حاليا في العالم اللي يتوفى ويؤكد انه توفي حسب الكورونا معناها يدخل المستشفى وتكون عنده اعراض نتاع الكورونا ويخضع للتحاليل دونك اللي بوزيتيف وممكن يفوت على قاعه الانعاش وممكن يفوت على اجهزه التنفس الاصطناعي ريسبيراتور كلهم مؤكدين. فيه بعض الاشخاص توفوا ومن بعد درنا لو تيست بورتو مورتم بعد الوفيات وبوزيتيف ممكن توفى بطريقه عاديه طبيعيه لان هذا المرض هذا الوباء هذا الكورونا فيروس هذايا لما يكون عند 100 شخص 80 يمشي معاهم كوم اون غريب سامبل ولا ميم اسومبتوماتيك بدون اعراض ما على بالوش باللي عنده. 20% تكون عندهم اعراض وممكن تكون شويه تقلق. 5% يصون دون زانيتا كريتيك واثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ممكن يتوفوا. اذا هذو اللي توفوا وقالوا لنا عندهم لما درنا لو تيست ممكن كانوا دي سوجي بورتور سا وتوفاو لان كاين 85 سنه وكاين واحد عنده سرطان منتشر في جسمه كامل. وانا زرت ولايه عند يومين ولايه تيزي وزو رحت لتيكزيرت فيه امراه 85 سنه توفات لانها كورونا ممكن تكون توفات بطريقه عاديه غير مؤكد انها توفات. اذا احنا حاليا عدد الوفيات امس 8 دونك ممكن هذا يعاود ينقصنا بو لو تو باش نشوفوا بلي لو تو ما يلزمش يخلع وهذا الناتج على الصراحه والشفافيه. اذا ينبغي الاشاره ان الفئه العمريه سمحوا لي بالنسبه للوفيات تجدر الاشاره ايضا اننا سجلنا حاله وفاه قلتها من جانب اخر والى غايه اليوم احصينا 4076 حاله استفادت من بروتوكول الجديد للعلاج. احنا سيد رئيس كنا كل مجهودنا وكل ما عملناه كله ناتج عن المعطيات اللي عندنا. المعطيات هذه سيد رئيس الجمهورية أسس لجنة علمية كوميتي سيانتيفيك طلبني مني ان نديرو واخترنا خبراء اللي عندهم علاقه بهذا الوباء
مالادي انفكسيوز ابيديميولوجي راديولوجي، لان الاشعه ثاني دخلت كوسيله من وسائل لاكتشاف هذا المرض الراديولوجي. اذا ومن بعد كل يوم يشتغلوا في الوزاره avec monsieur le ministre, avec nous aussi le ministre de la communication, وكل ليله كلهم يراجعوا ويشوفوا توت لي دوني في العالم كله بالانجليزيه بالفرنساويه، ويجوا كلهم يجوا افيك دي دوسيا ويبعثوا لي ثاني في لا بواط ميل. كل يوم يعاودوا كل القراءات على كل ما يجرى كل من جديد وكل ما نحتاجوه ونلخصوه وناخذوه نفس الاتجاه اللي فيه غلطه ما نمشوش معاها واللي صحيح نمشوا معاه، ووجهنا رواحنا واخترنا هذا البروتوكول تاع الكلوروكين. الهيدروكسي كلوروكين هذا دواء معروف من 1945، كان يحارب مرض الملاريا ورخيص، وعندنا منه قريب 300 او سي الوزير يعطي لكم المعطيات الارقام، ونصنعوه في الجزائر هنايا ونستوردوه، وعندنا كميه اللي تكفي بدينا نستعملوه. لازيتروميسين عندنا 500 الف كوم دون، دونك خذينا هذا العلاج مدة 10 أيام ورانا نعاودوا نراجعوا فيه، لأن البروتوكول هذا يتغير والمعلومات حسب هذا على هذا الوباء تتغير ساعة بساعة ساعة بساعة. مع الأول كانوا يقولوا هذا فيروس يدخل داخل الخلايا تاع الجهاز التنفسي ويشوه الخلية تاع الجهاز التنفسي، حاليا يقال أنه لا، هو يروح داخل الدم ويدخل الكوريه الحمراء، كوريه الحمراء الجلوبين روج، اونكور دون ليموغلوبين، اونكور دون لام، اونكور دون لابورفيرين، لان احنا نعرف كاطباء الجلوبين روج هما اللي ينقلوا الاكسجين، يجوا الجهاز التنفسي ياخذوا الاكسجين ويخلوا الغاز كربونيك، وهما اللي يغذيوا كل العضلات وكل الجسم. اذا هذيك الخليه اللي تحمل الاكسجين هي اللي مشوهه. واحنا اللي شجعنا واللي فرحنا اي كما كانت النظريه تشوه الخلايا نتاع الجهاز التنفسي او تشوه الخلايا نتاع الدم نفس الطريقه نفس العلاج لاكلوروكين، دونك ما هربناش من لاكلوروكين. حاليا اكثر من 4000، ولما تنقلت انايا البليده مع السيد الوزير الاول وتكلمت مع الزملاء وفيه زملاء اللي تكلموا لنا نطلقوا في العلاج قبل ما احنا نردوه رسمي. اذا هذه الأطباء بفضل خبرتهم بفضل كل شيء ولا انطلقوا. كل الأطباء اللي تكلمنا معاهم كلهم متفقين معنا باللي الكلوروكين هذه مناسبة لهذا المرض، والنتائج المشجعة المرضية اللي رانا نحصلوا عليها بالطبع ناتجة على وعي المواطنين، على منع التجمعات، على هذه كل الأشياء، لكن ثاني الكلوروكين ساعدتنا كثير. وحنا عندنا قائمة كبيرة ورانا نديروا في قائمة ميثودولوجيك باش نديروا سيري الجيريان ونعلنوا عليها حتى في الجمعيات العلمية الدولية. On va faire une communication, une présentation aux instances internationales scientifiques. من بين 231 مريض في حالة استشفاء بمصالح الإعاش يوجد فقط 40 مريض تحت العناية المركزة. هذا السيد الرئيس مهم جدا جدا ونركز عليه، حتى تسمحوا لي على الوقت لازم نعطي كل المعطيات بكل الشفافية. احنا لما انتشر هذا الوباء لما بدأ في الصين في آخر ديسمبر ومن بعد في جانفيير، وبعد المنظمة العالمية للصحة اعتبرته كمرض وباء عالمي، بعد ما بدينا حنايا بالشخص الأول الإيطالي في آخر فبراير، وبعد ما انتشر حنا قلنا كان في الصين بعيد علينا، بعد ما انتشر في إيطاليا وعندنا علاقة مع إيطاليا، عندنا طائرات، عندنا جزائر يروحوا إيطاليا فرنسا، خفنا حقيقة خفنا. قلنا كيف احنا مع القطاع الصحي نتاعنا مع ضعفه بالنسبة للدول المتقدمة، كيف مع إمكانياتنا نقدر احنا نواجه هذا الوباء لما نشوف أن إيطاليا كانت صورة تحير كثير، المستشفيات ما قدروش الاستشفاء في الأرض في لي كولوار اون ايكاتومب اون سيتياسيون زيادة على هذا. بعض
أشخاص جزائريين أو آخرين أعطوا صورة للجزائر ويقولوا في 15 أبريل تكون أبوكاليبس، تكون أكثر من 30 شخص مصابين والمستشفيات ما تقدرش والجهاز الصحي نتاعنا ما عندوش قوة. بالطبع أنا كوزير وزميري خفت، قلت لا كيفاش هذا، واش نقدروا نديروا، لان قاعات الانعاش لي سيرفيس دو ريانيماسيون قلال وكانوا موجهين للطبع العادي بور فار فاس. ما اذا كثرت الاشخاص المصابين كيفاش جهزنا قريب 6000 سرير، لان قاعه الانعاش الموجهه للانعاش كانت عندنا 400 وزايد قريب 500، وهي بقاعة الإنعاش، سرير الإنعاش هو آذي أنا باري دانيستيزي دي غاز الإلكتريسيتي وخلاص، وعندنا الأطباء، لكن خفنا. إذن نعطيكم المعطيات الحالية، كنا في 97 وبعد حوالي 70، البارح إلا 40 مريض تحت العناية المركزة، سيتادير انتوبي، اللي تحت الجهاز التنفسي اللي ما يقدروش طبيعيين يتنفسوا لازم إعانة نتاعها، إلا 40، وهذه 40 اللي تحت الجهاز اللي تابعين الكوفيد بيان سور، شيء محسوب قليل جدا ويرضينا ويجعلنا محسوب نتشجع أكثر ونحيو هذه الصورة هذه، لكن ناخذوا الاحتياط، ما نقولوش رانا حاليا بالإمكانيات نتاعنا بالمجهودات نتاع كلنا الشعب السلطات الداخلية الحماية المدنية والصحة كل من ساهموا، الحمد لله حاليا بعد عدة أسابيع شهرين ولا رانا في 40، والأرقام اللي نمدوها قال عن 2500 وبعد تطلع ب 100 و 200 هذو كيفو با لي كونسيديري، لما نديروا دي تيست أكثر تطلع الأرقام أكثر، لكن الوفيات ما تتغيرش، إذا كان 40 توفوا 40 توفوا، إذا كان 7 توفوا 7 توفوا. ثانياً إضافة لهذا الأرقام أو ماهيش غير وزارة الصحة اللي تقولها، أو وزارة الداخلية والدرك والبلدية، استدي الرقم هذا ما فيهش. إذا إحنا رانا عندنا أمل ومطمئنين ونحب نطمئنوا باللي عدد الوفيات هو اللي يهمنا، وعدد الاشخاص اللي تحت الجهاز التنفسي الاصطناعي، لان هذو 40 نعرفوا بلي 40 و50% ممكن يروحوا الوفاه، لما مريض يخضع تحت لو ريسبيراتور لو تو دو مورتاليتي تلي. ولمواجهه الوباء وضمان الحمايه الصحيه المد تم اتخاذ اجراءات اخرى كالتالي: مباشرة حملات توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام لرفع درجة الوعي لدى الأوساط الاجتماعية لحثهم على الالتزام بقواعد النظافة وتفادي التنقلات غير المجدية واحترام إجراء الحجر الصحي المنزلي. توحيد الرسالة الإعلامية فيما يخص المعطيات الوبائية لتفادي الأخبار الكاذبة والشائعات الباطلة التي قد تسبب حالة الخوف والقلق لدى المواطنين. إنشاء منصة إلكترونية على مستوى دائرتنا الوزارية لمتابعة تطورات الوباء وضمان توزيع الوسائل والمعدات الضرورية للتصدي لهذا الوباء حسب الاعتياد. على بلاتفورم اكستريمون بيرفورمانت كي كون بو نقدروا نزيدوا نحسنوها. لأول مرة في وزارة الصحة لأول مرة عندنا رقمنا لا نوميريزاسيون، عندنا قلت لكم في كل وقت كل ولاية كل مدير صحة كل مستشفى يعطينا حتى المخزون، وهذا يتابع السيد الوزير المنتدب يعرف كل المخزون، لأن قبل كنا جاهلين في بعض الأدويات كي أريفا بيرامسيون كاين اللي عنده كثير كاين اللي ما عندوش كاين. إذا حصلنا على هذه الرقمنة هذه اللي نتج على هذا الوباء نزيدوا ندوا حتى لدوسيي مالاد، لدوسيي مالاد يكون عندنا معلومات أكثر حول الاستشفاء عدد المرضى اللي دخلوا اللي خرجوا. وبهذا الصدد تم تدعيم نظام التصدي واليقظة إنشاء 3 خلايا مركزية على مستوى الوزارة تتوزع مهامها كالتالي كالآتي:
خلية متابعة الوضعية الوبائية عندنا 27 موظف داخل الوزارة، 10 و10 و7 كل خلية عندها مهمتها. خلية لمتابعة متابعة الوضعية الوبائية والمعلومات الصحية، المفائطة دو ليتود ايبيديمولوجيك، عدد المرضى اين هما استشفائهم اللي خرجوا واللي دخلوا، هذه خليه. الخليه الثانيه متابعه حركه المرضى ووفره الاسره، والثالثه خليه متابعه وفره مستلزمات الوقايه والحمايه والتشخيص والعلاج. تعطينا المخزون لي تيست وكلش، كل ثلث خيال تخدم 24 ساعه على 24 ساعه برقمنه ويباتوا داخل المستشفى، حتى غذائهم سي كوكا كولا. لهذا بالمناسبة سيد الرئيس، أنا لاحظت حتى وكانت فيه حسب الجرائد حسب ما ينقل حسب نشوف كانت بعض المشاكل. أنا أصرح لكم لأن أراني في الواجهة جزائر أخرى اللي شفتها، عدد المواطنين كأشخاص وكجمعيات داخل الوطن أو خارج الوطن اللي اتصلوا بنا واللي قدموا لنا خدمات، كل واحد في 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 الميدان تاعو شيء يرضي كثير، وهذا الشيء يعطينا امل كبير ان شاء الله لما نخرجوا من هذه الحاله هذه ممكن نستغلوا هذه الكفاءات كلها باش نعاودوا ان شاء الله او في المنظومه الصحيه نكونوا او حول المجتمع كله. لان حتى هذه الكمامات اللي نستوردوها رحت مع السيده الوزيره تاع فورماسيون التكوين المهني، داروا اكثر من 1,400,000 خياطات يخدموا عبر كل الوطن عبر قرى صغيره اللي نعرفها انا اللي نعرفها وكلش، كل المراكز نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل يخدموا فيه دي جون راهم يحاولوا يخدموا لو ريسبيراتور، داروا لي ماسك، هذو اشياء اللي ما كناش ننتظروا في الماضي باللي في الجزائر عندها كفاءات وفي هذا يدل على التضامن ويدل بان الجزائر ان شاء الله بخير، وان شاء الله لما نخرج من هذا الوباء نتركز على هذه الكفاءات ونجعل ممكن مجتمع اخر اللي يرضي الجميع. فيما يتعلق بتجنيد وتشجيع الاطقم الطبيه والشبه الطبيه والتقنيه وتوفير وسائل الحمايه والايواء والنقل، فقد قمنا بتعبئه جميع الطاقات البشريه التي يتوفر عليها القطاع للتصدي لهذا الوباء، بما فيها القطاع الخاص. القطاع الخاص ماشي معنا، عدة مخابر للأشعة تصلوا بيا ودايرين لسكانير مجانا باش نشوفوا، حتى القطاع الخاص بالطبع هو عنده التزامات وعنده مصاريف وكلش. أكثر من 10 اتصلوا بيا قالوا لنا لابوراتوار دو راديولوجي راه تحت خدمتكم، إطلاق عملية تكوين عن بعد لفائدة فرق العلاج بمختلف الولايات تحت إشراف أعضاء اللجنة لتستفيد من هذه العملية الأطباء والشبه الطبي الذين يعملون في مصالح الأمراض المعدية والطب الوقائي وكل المهنيين والمجندين في إطار مكافحة هذا الوباء. لو مينيست دو لا كومونيكاسيون، لو مينيستير دو لونسينيمون سوبيريور أترافير لو شارجي دو لا un responsable, le président directeur général de Sonelgaz, عده اطارات وعده شركات اتصلت باش يساعدونا في الرقمنه. وحاليا في الوزاره عندنا فيزيو كونفرنس كل ولايات الجزائر كل يوم فيزيو كونفرنس مع زملائنا داخل المستشفيات عبر الوطن مع أعضاء اللجنة الصحية، فيه أجوبة وأسئلة وأجوبة باش نتفاهموا حسب العلاج، يعطوا كل المعطيات إذا كان عندهم مشاكل. هذا شيء مهم جدا لأن هذا يعطينا نسيج جديد للقطاع الصحي. سيطري في المستقبل لما يكون طبيب في ورقلة أو في قطاع آخر ممكن عبر لفيزيو كونفرنس من المستشفيات ممكن يكون فيه أسئلة وأجوبة يحسنوا القطاع ويحسنوا العلاج لمرضاهم. توفير كل وسائل الحماية والوقاية لفيد مستخدم الصحة، حيث بلغ مستوى المخزون من وسائل الوقاية والتشخيص العلاج إلى يومنا هذا ما يلي
يتقدم سيد الوزير المنتدب يعطيكم معطيات حول المخزون، ما عدد ما وش استوردنا، والمخزون داخل لافارماسي سنترال دي زوبيتو، المخزون داخل المستشفيات، لا كلوروكين هو عنده يدخل في هذا الميدان، وبالطبع الاسئله موجهه له في اطار المهمه نتاعو. تخصيص فنادق ومؤسسات الدولة التي تتوفر فيها شروط الإيواء لصالح مستخدمي الصحة. وبهذا الصدد أقدم شكر خاص لزميلي وزير السياحة والسادة الولاة أيضا على مساعدتهم لنا. يدي زوتيل في كل بلد، في بليدة في كل بلد في الجزائر مخصصين للأطباء كي سون دو غارد واللي يشتغلوا، ممكن خاصة اللي يروحوا البليدة لأن في حجرة تام. إبلاغ مستخدم الصحة في كل مناسبة برسائل الشكر والتهنئة المقدمة من طرف رئيس الجمهورية. كل ما تكون عندي مناسبة نقدم لتشجيعهم، لنعلمهم باللي رئيس الجمهورية مطلع على الوضع ويشجعهم، وكلفني باش نشجعهم باش يعرفوا باللي على أعلى مستوى كل مجهوداتهم راهي معتبرة. وسيد رئيس الجمهورية طلعتهم على رسائله، قال تنظيم جديد ورواتب جديدة وتقدير جديد للقطاع الصحي لازم يقولوا باش نشجعهم. تجدر الإشارة أن زيارة السيد الرئيس إلى كل من مستشفى بليمسوس والصيدلية المركزية للمستشفيات ومقر وزارة الصحة التي تعتبر الأولى من نوعها، لأول مرة رئيس الجمهورية يزور مستشفى ويزور لفارماسي سنترال ويزور وزارة الصحة، هذا كل يدل على اعتباره وعلى تقديره وعلى تشجيعه للقطاع الصحي. وزار لو بلاتو تكنيك ومن بعد اجتمع مع كل الخبراء وتكلم معهم مباشره. شيء جميل جدا لما نشوف رئيس الجمهوريه مع الزملاء ويتكلم ويعطيهم تشجيعات ويعبر لهم كل ما يعبر على اهتمامه بالصحه، وهذا يجعلنا كلنا ويجعلني انا خاصه مشجع من طرف رئيس الجمهوريه مع زملائي في القطاع. اعطى نفسا كبيرا لمستخدمي القطاع الذين ثمنوا عاليا هذا الالتفات الطبيه التشجيعيه للسيد رئيس الجمهوريه تجاه هذا القطاع الحساس. كما ان قرارات السيد الرئيس الخاصه باحداث وكاله وطنيه للامن الصحي، كلهم عرفتوا السيد رئيس الجمهوريه اعلن عن هذا لتصحيح القطاع لتنظيم القطاع لرؤيه النظر لنظر عامق و دقيق للقطاع الصحي. قالنا ندير اون ريفون توتال دو سيستيم دو سانتي، وما هذا ما كانت تنتظره كان ينتظره القطاع الصحي، لان كما قال كان قطاع ب 10 ملايين و 15 مليون جزائري، حاليا رانا 40 و 45 مليون. اذا طلبت تغيرت والطب تغير، وحتى الاشخاص طلباتهم اكثر من طلبات عند 20 سنه بفضل الانترنت والناس تطوروا ويعرفوا ما يجرى في العالم، ما هي الخدمات الطبيه في العالم، ما هي الاجهزه الجديده في العالم. بالطبع هما الثاني يطلبوا في بلدهم نفس الشيء في العالم، وهذه ما قدمه السيد الرئيس. وثانيا مراجعه القوانين الاساسيه لمستخدمي الصحه واعاده تنظيم القطاع واحداث ثوره صحيه حقيقيه. كانت لها وقع وأثر جد إيجابي في أوساط مهني الصحة الذين وجدوا في خطاب الرئيس إجابة وافية لتطلعاتهم المهنية والاجتماعية. أما بيخص العلاوة الاستثنائية التشجيعية لمستخدمي الصحة التي أقرها السيد الرئيس، فإني أحيطكم علما أننا بصدر تحضير القوائم والنص التنظيمي لتطبيق هذا المرسوم في أقرب أجل. كانت فيه تسمحوا لي انتم نواب ومنتخبين ومنتخبون، صرا شويه لما تكلمت على العلاوه هذه لابريم، وحنا كنا في السابق الناس كل تدي لابريم. انا من القطاع الصحي ولد الصحه واكثر من 40 سنه في الصحه. بريم دو كونتاجيون سي تو الموند نيس با مدام، تو الموند كاين لابريم دو كونتاجيون، ميم اللي ما عندوش لا كونتاجيون، ميم الاداره كونتاجيون. هذا اليونانيميزم هذا لازم نقضيو عليه.
دركا حاليا في عدد كبير من الأطباء داروا دي كونجي، خايفين فيه بعض الأقسام ماهيش متوجهة لهذا الوباء. احنا داخل المستشفى قال القسم هذا 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 مخصص للوباء، لكن هذه الأصناف تشتغل عادة. كلهم جاءوا سيد الرئيس يطلبوا لابريم، هذا شيء طبيعي على كل حال. لكن طلبت أنا يا وعي، جو في أبيل على كونسيونس دي ريسبونسابل، باللي إلا اللي خذا خطر، إلا اللي كان في الصف الأول، إلا اللي كان قرب المرض، حقيقة فيه خطر، خطر الوباء هذا يا كاين اللي توفاو، إلا هذو اللي يديو هذيك العلاوة. تركا هذه حنا ولفنا سيد الرئيس كونتيين بريم كامل، ويصعب يصعب صعيب كثير لرئيس المؤسسة ولا رئيس القسم، لكن حنا قلنا لهم يفورستي جوست سي تو جوست، يفو اللي حقه حقه. لماذا؟ ماشي اللي ما خدمش ويدي، انا خايف من اللي يدي يقول لك انا نفس السياسه وما تغيرناش، حنا نخدموا جاوا اللي ما يدوش، صديري فشلوا اللي خدموا واللي يحتاجوا واللي حقهم في هذيك العلاوه. صححت شويه، حاولت تصحح، نحاول انايا معاكم ماهوش عليكم على كل حال، ما يقول صراحه اللي يخدم حقه حقه، اللي ماشي حقه يا خويا ماشي حقه. هذا ما كان لازم حتى في الطب راح ننظروا القطاع الصحي. هاي السيده شاشوا زميلتي واختي تعرف القطاع الصحي وتعرف كل القطاعات، كاين اللي يخدم بزاف، كاين اللي يخدم قليل، كاين اللي ما يخدمش، كاين اللي يشوه، كاين كامل تمشي قاعه عمليات، واحده دير 5 عمليات، واحده يدير 60، واحده يدير 600. ما هي العمليه الجراحيه اللي يديرها؟ ما هي كيفيه العمليه؟ كاين العمليه الدقيقه اللي يدير العمليه يتعب والدم يسيل وربع سوايع ويقول لك درت قال في الشهر 30 عمليه، وكاين اللي في الشهر يقول لك 600 عمليه صغيره ما فيها والو. لازم نرتبوا القطاع الصحي، ما هي العمليه، ما هي الخدمات. وهذا السيد الرئيس في كل حال بهذا برك اللي نطوروا. اذا قعدنا هذا كيف هذاك لونانيميزم قال لي يخدم واللي ما يخدمش واعطي له وخليه وسامح له، ما نتحسنوش ابدا. اذا حبينا نكونوا دوله متقدمه اللي يخدم يتشجع، وكل ما عنده رواتب مشرفه، هذه مانيش نقول. الفو كما قال السيد الرئيس حسب ما قالوا القطاع الصحي العمال بكل اصنافهم باش يكون الرواتب، يكونوا يخدموا بشرف، يكون عندهم ان سالير دين دي كونديسيون ترافاي، ومن بعد لا نطلعوا المستوى. لا، اللي يخدم اكثر، اللي يدير مجهود اكثر، اللي يخترع، اللي يخدم سي نورمال إلورا دي بريم. في مجال تدعيم استراتيجية الفيروس قمنا بتوسيع نقاط تشخيص الوباء من خلال وضع غير حيز الخدمة مخبرين جهويين ملحقين، كنا في الانستيتيو باستور برك، ومن بعد قسنطينة وبجاية، وتكلمت على هذو كامل اللي فيهم دركا لي تيست. يا دي تيست رابيد، يا دي تيست بي سي ار، ما ندخلش في هذا الموضوع لأنه تقني ودقيق. هذا وقد قمنا باستعانة مراكز التشخيص والتصوير الطبي تابعة للقطاع الخاص والذي أبدت استعدادها لتقديم خدماتها مجانا لصالح المواطنين في إطار التصدي لهذا الوباء، علما أن أجهزة السكانير هذا تساعدنا للتأكيد. سكانير هذا تدخل جديد، حنايا اللي عنده الوباء هو بوزيتيف إلا اللي يخضع بيولوجيكيا، سيتادير سوا لا بي سي ار دخلوا هنايا شغل قطن صغير داخل الفم، اي اون برون السائل اللي، ومن بعد سيت ان اكزامان ديريكت. الفيروس يبان الاير ان تاعو جينوميك، مي ويحسبوا قال عنده اون شارج ما عندوش. كاين دي تيست واحد اخرين يجوا بعد 8 ايام، سي دي تيست انتي كور. لما يكون واحد مصاب بالفيروس الجسم نتاعو لمحاربه الفيروس يخلق المضادات لي كور، لكن عددهم يكون على مستوى اللي نقدروا نكتشفوه الا بعد 8 ايام 10 ايام. سي سكو نابيل لي تيست رابيد. علاش يقولوا رابيد؟ لان في 15 20 دقيقه عندنا لو ريزولتا، هو في الدم قطره نتاع الدم، ان بوتي تيست وما يحتاجش وسائل كبيره. اون بو دير سي لا دي زانتي كور سيك عنده الفيروس ام لا، وعندنا عدد كبير من هذو. ايضا المبادره الجد ايجابيه قام بها زميلي وزير العمل الذي وضع تحت تصرف القطاع كل
مراكز التشخيص التي تتوفر على أجهزة سكانير ليرام تولي ساطر دولاكنا سومي أنوتر ديسبوزيسيون. هذا شيء جميل جدا. في مجال تدعيم وحدات الإنعاش والعناية المركزة قمنا بتخصيص وحدات للإنعاش والعناية المركزة على مستوى المؤسسات الصحة العمومية والخاصة لاستقبال المرضى المصابين والذين يعانون من مشاكل حادة في التنفس، وقمنا بحجز بعض أجهزة التنفس الاصطناعي المتواجدة في قاعات عملية الجراحية باش نزيدوا نقويوا قاعات الإنعاش. بالنسبة للعناية الصحية بالحالات المؤكدة والمشتبهة، لقد تم استشفاء 3594 مريضا مشتبه بهم أو مؤكدين، كلهم اللي دخلوا خضعوا تحت الكلوروكين 10 أيام نخلوهم يخرجوا. بعد اعتماد اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات الوباء لبروتوكول علاج جديد يقوم على دواء الكلوروكين، أصبحنا نحصي حاليا 4076 حالة تخضع لهذا البروتوكول. قريب نكمل سيد الرئيس، تسمح لي إذا طولت لأن فيه نص وأنا نحب نتكلم هكذا مباشرة أحسن، لكن فيه نص. بالخصوص عربت اللجنة العلمية عن ارتياحها بالنسبة للنتائج المتحصل عليها جراء استعمال كلوروكين الذي سمح برفع عدد الحالات التي تمثلت للشفاء في الآونة الأخيرة إلى 804، قريب 1000 كامل خضعوا للدواء وخرجوا بارين الحمد لله. أما بالنسبة لتكفل بالرعاية الجزائريين الذين قدموا من عدة، إحنا فيه أطقم طبية اللي كانت تشتغل داخل الفنادق عددهم 300 من طبيين وشبه طبيين ونفسانيين. في الأخير لا يفوتني أن أوجه شكر خاص لكل مهني الصحة بمختلف أصنافهم، وترحم كما ترحم كلنا على الأرواح الطاهرة لكل ما فقدناهم من عائلة الصحة بسبب هذا الوباء والذي بلغ عددهم 18 طبيب وممرض وسائق سيارة في البيت توفوا، ربي يرحمهم ويتقبلهم في جنته، رحمهم الله جميعا. وأسأل المولى عز وجل أن يحسب بهم من الشهداء. كما أقدم عبارات الشكر والامتنان لكل زملائي في الطاقم الحكومي وعلى رأسهم السيد الوزير الأول على وقوفهم ودعمهم الدائم لقطاعنا. شكري الخاص أيضا أقدمه باسمنا كلنا لجيشنا الوطني الشعبي الباسل الذي أبهر الخاص والعام، والذي استطاع في ظرف قياسي، أقول في ظرف قياسي 35 ساعة حتى للصين أو داخل الصين ونقلوا المعدات والمستلزمات وعاودوا ورجعوا، شكر كبير لهم، وعلى تسخير طائراتهم وأفراده أفراد الجيش لجلب المعدات والمستلزمات الضرورية للتصدي للوباء. فتحية إكبار وإجلال لجيشنا الوطني الشعبي. هذا كما أتقدم بأخلص التعازي لكل من فقد قريبا أو بعيدا جراء هذا الوباء، وأتمنى الشفاء العاجل لكل مرضانا. سيد الرئيس هذا نص، لكن يمكن مباشرة أحسن إذا في أسئلة لزميلي وليا حسب المعطيات حسب الوسائل حمل الإجراء حسب الوسائل. إذا كان فيه أي أسئلة نحاول بدون أي نعطيكم الحقيقة كما إحنا نعيشها في الميدان. شكرا.